صباح الخير. صباح الفل. يا احلى قصه بالحياه يا قمره حبيبتي. انت حبيبتي رهوفه، يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بنهار جديد وحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح. اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بحلقه جديده من صحصح. بقول لك يا ستي العزيزه، اذا كان حبيبك جاف المشاعر معك فهو يمطر في مكان اخر وبغزاره. مع تحيات قسم الارصاد العاطفيه. يعني هو مش انه بطل يمطر هون بطل يمطر، لا هو بيمطر الله يسلمه، هو يبرق ويرعد وعندك بيعمل حاله الحظيط. فيعني بس احنا حابين انه ننبهك بانه الزلمه ما عمره بصير عنده جفاف عاطفي كامل، وبصير عنده جفاف عاطفي معاكي. صح، يعني خليه بس خليكي مفتحه، احنا بدناك تكوني مفتحه مش المي تمشي من تحت رجليك وانت مش حاسه. انا عن جد بدي اسالك سؤال انت وكل المتابعات. انا معتقده بقراره نفسي انه الرجال تركيبتهم غير عن النساء. اوكي، يعني عن جد men are from Mars women are from Venus. احنا سيكولوجيا ونفسيا غير عن الرجال. انا دائما بقول انه الزلمه مستحيل يكون جاف معك بدون ما يمطر بغزاره في اماكن اخرى. زي ما القول بيقول. في ناس قال بيقول لك هلا ممكن هو يكون جاف لانه عنده مسؤوليات، عنده هموم، عنده يعني حياته مش ظابطه، انت مثلا منكدي عليه. انا ما بحس انه الزلمه حتى لو نكدتي عليه وعصب وزعل بيرجع، لما بيغيب وبيختفي وبيبرد ومشاعره بتتغير اتجاهك اكيد في طابق جديد فاتحه. بعدين في شغله يا جماعه، الرجل كتير بحب العواطف، بيموت بالحب، ما بيقدر يبعد عن الست اللي ما بيقدر. صح؟ ما بيقدر، يعني ما بيقدر يعيش حياته خالي الوفاق، لازم يكون في. صح. يعني مثلا بقول لك في رجل سالوا قالوا له متى يشعر الرجل بهموم المراه، قال عندما لا تكون زوجته. العاطفه اللي بيعطيها للي مش الله. هون الله. المشكله لما ما تكون مرتك مستعد تسمع لها من الصبح لليل، لما تكون المدام بتحكي عنها نكده، تختلف المسميات باختلاف طبيعه العلاقه. فيعني انا وياكي متفقين، لا مليون ولا تشكي بحالك. اوكي، يعني اذا كان جاف وبارد فهو يمطر بغزاره في مكان اخر. يمطر مسكيك ظبيه. تمام. شو هالحكي؟ إذا أنت عم تحكي عن فترة تعارف، هلأ البنات من إيش بيكتئبوا وإيش بيتضايقوا وإيش الإشي الغلط اللي بيعملوه الشباب؟ بعض الشباب ولا نعمم، ولكن هو عشان يأسرك وعشان أنت يعني توقعي بالمصيدة بمعنى إيجابي، بلاش نقول بمعنى سلبي، هو حابك معجب فيكي عشان يعني يقدر إنه يدخل على تفكيرك ويسيطر على أفكارك وتصيري أنت هيك حبيبتي، هو بيدخل فول فورس، حب، اهتمام، أغاني، ورد، أكلة بتحبيها، كل شيء بتكوني حاسة إنه شو هالحب، شو هالاندفاع اللي موجود عنده، فأنتي طبعاً بعلق براسك هذا الرجل. صحيح. بس هو يلاحظ إنه وقعت السنارة غمزت زي ما بيقولوها، بخف الاهتمام، بتغير الاهتمام، هون البنت بتكتئب وبتبدأ تتساءل ليش تغير؟ شو صار؟ طب كان أكتر مشاعره أوضح، صار شوي بارد، صار شوي جاف. إذا صار بارد وجاف وانسحب وانتقل لامرأة أخرى، اعرف إنه هاي الامرأة أرادي موجودة بحياته. إيه ليش؟ هاي مش وليدة اللحظة. يعني إذا أنت متعرفي عليه شهر، والله ومنكم نستفيد، وكان أول أسبوعين حب وغرام وانتقام، بعدين برد ورجع لهذيك، في فجأة واحدة طلعت، هي ما طلعت فجأة، بلكي تعرف عليها أثناء. والله شو يعني هارون الرشيد هالقد؟ You never know إذا كاريزماتيك. جذاب. وما أكثرهم. كلهم. كاريزما مو معقول. مو عادي. شوفي رهوفي، أنا بحكي لك شغلة. في فنين يتقنهم الرجال، شئنا أم أبينا، فن المطاردة وفن الهروب. صح. بين المطاردة والهروب بدك تكوني امرأة ذكية. أيوة. هلأ هو هي زي هانتر بده يصيدك، طالما صادك حس انه ده فيش اشي جديد هو ما بعرفه، حطك عرف، فايش بفكح. صح. قال بيقولوا علماء النفس لتسعد الرجل لا تناقشيه، لا تجادليه، لا تحاسبيه، لا تطالبيه، لا تعاتبيه. انا بقول لك لا تتزوجيه. هذا بتعرفي مين؟ هذا الولد مش الرجل. شوفي رهف، انا مرات تحكي شغلات، مرات تحكي شغلات بنبهر فيها، بس اليوم اعتزلي زي ما عملت صابرين. صح. بعد ام كلثوم تعالي. خلاص ثانك يو فيري ماتش، اقول قولي هذا. اعطوني فاصل، فيش شيء ينحكى بعد اللي حكته الصوالحه. هو في شغله ما بعرف قلت بناقشك فيها. قولي لي. في شخص بيقول من علماء النفس، يعني بيقول هلا احنا متعودين على فكره بان الاهتمام لا يطلب، مزبوط. وإذا طلب يفقد قيمته.
هذا بيقول العكس، بيقول الاهتمام يطلب. انت لما تحسي بفقدان الاهتمام اطلبي، قولي له انت بطلت تهتم بواحد اثنين ثلاث، الفتي نظره. اوكي اقول لك شو اللغز اللي بيحل هاي المعضله. اوكي مزبوط، في ناس بتقول لك انه الاهتمام عندما يطلب ويقدم للشخص بيصير رفع عتب، بيصير رفع عتب انا لاني طلبت منك انت هيك عملت، انت مش خاطر لك 100%. اوكي اقول لك شو، هاتي لنفترض انت بعلاقه مع شخص أوكي. عم تتعرفوا على بعض بهدف الارتباط الجدي، قلتي له انا بحب انه تسالني، طلبتي الاهتمام، انا بحب انك تسالني عن تفاصيل يومي، انا بهمني انه تضلك على تواصل معي طيله ساعات النهار. اوكي عمل هيك اول يوم، اول يوم رفع عتب، ثاني يوم رجع عمل هيك كمان رفع عتب، لا معناته هو اخذ كلمتك بجديه وهو حابب انه يهتم فيك بالطريقه اللي انت بتحبيها، ضله يعمل هيك لاسبوع وبعدين رجع لعادته القديمه، هذا معناته رفع عتب. اذا اخذ كلامك بجديه وصار في كونسيستنسي بالضبط، صار في ديمومه وصار في استمراريه. أيوة. وصار هذا نمط الحياه تعود عليه، انت لفتي نظره لنقطه صار يعملها دائما، معناته هو هون صار في كوميونيكيشن اسمها صح. تواصل صح. تواصلنا مع بعض، عرفت انت كيف بتحبي يهتم فيكي، بس اللي بيعملها يومين وبعدين بيرجع زي ما كان هذا رفع عتب. برافو عليكي، رجع على فكره صح صح. فانت اذا بتحسي بفقدان الاهتمام اطلبيه، اطلبيه وشوفي رده الفعل بالضبط. اه شوفي قد ايه بيعملها، قد ايه من قلبه، لانه الواحد لما بيعمل إشي من قلبه بصير يعمله كمان اكثر بدون ما انت تسالي. مزبوط، خذ الحكمه من افواه الحكماء، هيها حكيمه. انا لو اعمل بس ماجستير علم نفس لافرجيكم. لا انت لو ضبطي حياتك قبل ما تفلسفي علينا. صح 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 صح